سميتك؟ سميتي مهدي بورقادي. شحال في عمرك؟ انا عمري 8 سنين. اش كتقرا؟ في القسم الثالث الابتدائي. كتعجبك مدرستنا ديالك؟ اه زوينه بزاف. شو كيعجبك فيها؟ كيعجبني فيها الساحه وكيعجبني فيها كل شيء. شنو سميتك؟ انا سميتي يحيى بن طالب. شحال في عمرك؟ 10 سنين. فاش كتقرا؟ الرابع. كتعجبك المدرسة ديالك؟ اه كتعجبني، كتعجبني المدرسة، فيها الساحة والأقسام والقسم السادة تلمى. وكيف عملوا معك مزيان؟ دويون دويون واحد المدرسة. أميرة لوليدي الحكيم. شحال في عمرك؟ 15 عام. وفاش كتقراي؟ كنقرا في القسم الثاني إعدادي. وتيعجبك المدرسة ديالك؟ كتعجبني المدرسة وما الخيام. وشنو تيعجبك فيها بزاف؟ أساتذة. وعندك شي أصدقاء؟ إيه. وعزازين عليك أصدقاء ديالك؟ إيه. وشنو بحال؟ شنو تتبغي ديري في المدرسة؟ جميع أساتذة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو سميتك؟ وليد. سي وليد شحال في عمرك؟ 11 عام. وفاش كتقرا سي وليد؟ الرابع. وشنو سميت المؤسسه اللي تتقرا فيها انت؟ المرآة. وبالنسبه لك هذه المرآة كي كتحس براسك فيها انت؟ مزيان. وشنو تيعجبك فيها؟ الاساسيده. وتيتعاملوا معاك مزيان؟ مزيان. شنو الحوايج اللي كتعلموا في هذه المدرسه كتعجبك وتيعجبك؟ الرسم. الرسم. وان شاء الله انت فاش تكبر شنو تبغي تكون؟ مهندس. تبارك الله عليك. سيد المدير ما لقاو احسن من هذا من هذا من هذه اللحظه هذه كلمه. اكثر من دابا معاك الوليدات. الحقيقه الكلمه ربما ستوجه للاباء والامهات الذين حقيقه هم وراء هذه الانجازات اللي كنشوف اليوم. طبيعه الحال الكلمه توجه كذلك للجمعيات العمل ديالهم اليومي. الكلمه توجه كذلك للاطر الاكاديميه المديريات كذلك والأطر الكبير السادة المفتشين والسادة المسؤولين على المستوى المؤسسات، لأن الحقيقة هذا العمل هذا راه عمل جبار، هذا عمل كبير وعمل يومي، ولكن الحمد لله نحن في بداية الطريق، ولكن الحمد لله نتائج هذا البرنامج مشروع رقم 4 بدات كتبان على الطريق، يعني يتضح والأهداف واضحة والنتائج كذلك. إذا شكرا لكل من ساهم في هذه القضية اللي هي قضية في الحقيقة يعني ذات أولوية كبرى بالنسبة لنا في القطاع، وأمنا كبيرة لأن التلميذات والتلاميذ يعني أصحاب الاحتياجات الخاصة تكون عندهم نفس الظروف نفس الشروط التميز والتألق وتحقيق مستقبل إن شاء الله على حسب مشاريع شخصية واضحة ويعني عملية تمكنهم من الحياة الكريمة والحياة العادية داخل المجتمع دامج. شكرا لكم. شكرا لكم أستاذ.